إعلان بطلة المبارز المصرية ندى حافظ عن خوضها الأولمبياد وهي حامل بالشهر السابع. يعني دانا الكل انصدم لما حكت ندى بتصريح لها إنها صارت لاعبة أولمبية للمرة الثالثة بس، وهالمرة وهي حامل بطفل أولمبي صغير. يعني فعلا النساء قدرات إنهم يعملوا أي إشي وكل إشي، بس ما في إشي بقتل الإرادة أو بنحكي بمنع المرأة من أنها تكون بطلة ومشاركة وفعالة أهم إشي بالمجتمع. يعني نحن صرنا بوقت المرأة بكل فخر تقدر تكون أسرة، تشتغل، تصرف وتكون ناجحة بجميع المجالات، وتقدر تكون الأم والأب والأخ والعائلة والسند وكل إشي بالمجتمع. خلص بلانا إحنا معناته، يعني لابد من وجودكم زيد، يعني لابد من وجودكم. بس أنا أكيد ما في نحكي، لازم لابد من وجود المرأة، هي شيء أساسي في المجتمع. يعني تحياتنا لجميع النساء، وبالوقت دانا اللي بتثبت فيه المرأة إنها قادرة على المشاركة بغض النظر عن أي ظرف بتمر فيه. ومنتفاجأ بإعلان فرنسا منع أي سيدة محجبة من فرنسا المشاركة بالألعاب الأولمبية. يعني الموضوع المتخصص بالحجاب تحديدا في فرنسا ليس بموضوع جديد، احنا يعني بنعرف المضايقات اللي تتعرض لها السيدات المحجبات في فرنسا، موضوع نحكى عنه يعني ليس بموضوع جديد، ولكن هاي المرة اللي عم بيكون الحديث الحالي بسبب الدورة الأولمبية الحالية، إنه إذا كانت السيدة فرنسية الجنسية ومحجبة هي لا تستطيع المشاركة بالألعاب الأولمبية، ولكن إذا كانت محجبة من دولة أخرى عادي تقدر تشارك بالألعاب الأولمبية. صح، بحس إنه اليوم ما في أي حدا بالعالم أو ما في قانون بالعالم بيقدر يمنع أي بني آدم من أي دين أو شو ما كان شكله شو ما كان جنسه إنه يمنع إنه يشارك بألعاب عالمية. ما في أي حق بفرض إنه بالأولمبياد إنه يمنع هاي البنت المحجبة إنها تشارك. يعني تم فضح ازدواجية المعايير دانا. أنا بتذكر وقت كأس العالم في قطر الكثير صاروا يحكوا إنه المجتمع القطري عم بيحاول يفرض العادات الملتزمة الإسلامية على الحضور، ولكن هذا الحكي ما سمعناه في فرنسا. يعني ما حدا صار يحكي إنه انتقد فكرة إنه السيدة المحجبة الفرنسية غير قادرة على المشاركة مثلا. بس بما أنه حديثنا عن قدرات المرأة وبعيدا عن الأولمبياد، صاحبة مقولة السفر نحت للشخصية وهي صانعة المحتوى مريم سلطان أعلنت أنها أول امرأة عربية معترف بزيارتها لكل العالم. يعني مريم هي سيدة كويتية زارت 197 دولة حول العالم خلال زيارتها لهذا نحكي الكم الكبير من الدول، وثقت تجاربها بكل دولة وصورت وكتبت عن عادات وتقاليد كل دولة، وفعلا قدرت إنها تعطي كل دولة حقها بالتوثيق حتى بأدق التفاصيل بملامح ووجود أو عفوا وجوه الناس بالشوارع ومدنهم. يعني هنا مهم نحكي عن المحتوى العربي اللي له علاقة بالسفر. عم بحس إنه العرب اللي عم بيقدموا هذا المحتوى اللي عم بيوثقوا سفراتهم إن كان على منصة يوتيوب إن كان على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، عم نلاقي إنه المؤثرين على هذه المواقع بمجال السفر بالتحديد من كلا الجنسين عم بيكون المحتوى تبعهم مش بس عم بوصل للعالم العربي، ولكن عم نحس إنه عم بوصل للعالم الغربي ككل. هنا بهيك بكسر شوية الصورة النمطية تبعت المرأة والمواطن العربي على أساس إنه يعني هو غير مسافر ومش كثير مطلع على الثقافات الأخرى، ولكن طلعي يعني هذه السيدة هلأ قادرة تروح على أي مكان بدها تروح عليه وتوثق سفراتها وتكسر الصور النمطية. ذكرتني بابن حتوتة ما بعرف ليه. مريم هي ابن حتوتة ولكن هي المرأة.